بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 169. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من علق الطلاق قبل النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. باب من علق الطلاق قبل النكاح. قبل النكاح يعني قبل عقد النكاح. كان يقول: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، إذا تزوجت فلانة فهي طالق، هل تطلق؟ نشوف ماذا يقول. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ندر لابن آدم فيما لا يملك. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. نعم، يشترط لوقوع هذه الأمور أن يكون مالكا لما أصدر الحكم عليه، إذا كان مالكا له وقع. أما قبل أن يملكه كان يقول: إذا ملكت العبد الفلاني فهو حر، فهذا لا يحصل به شيء، لأنه صادر في وقت لا يملك هذا الشيء. إذا تزوجت فلانة فهي طالق، هذا لا يقع طلاق، لأنه حين أصدره لا يملك إيقاعه، وهكذا. نعم. لا ندرى لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له. لو قال مثلا: إذا ملكت العبد الفلاني فهو حر، هذا لا يقع، لأنه حين أصدره لا يملكه. نعم. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق أو له. لا نذر له فيما يملك، كان يقول: نذرت إن ملكت فلانا فهو حر، إن ملكت هذه الدار فهي وقف. لا يقع شيء من هذا، لأنه لا يملكه حين الإصدار. نعم. ولا طلاق له فيما لا يملك. إن تزوجت فلانة فهي طالق، لا يقع هذا الطلاق، لو تزوجها لا يقع عليها طلاق، لأنه حين إصدار الطلاق وهي في غير عصمته. نعم. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. والحديث الحسن ما كان دون الصحيح، وبعضهم يدخله في الصحيح، وأول من فرق بين الحسن والصحيح الترمذي رحمه الله، أخرجه من الصحيح. نعم. ورواه أبو داود وقال فيه: ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك. ولا وفاء لنذر إلا فيما يملك. لو قال: نذرت إن ملكت هذه الدار فهي وقف، أو ملكت هذا العبد فهو حر، ثم ملكه، فإنه لا يقع العتق،
لأنه حين إصداره لا يملك هذا. نعم. ولابن ماجه منه لا طلاق فيما لا يملك. ولابن ماجه منه لا طلاق فيما لا يملك. ابن ماجه من أصحاب السنن الأربع، سنن ابن ماجه. نعم. وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه، وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه، صحابي المسور بن مخرمة صحابي جليل. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح. نعم. ولا عتق قبل ملك، رواه ابن ماجه. نعم، هذا نص في الموضوع أنه لا يقع الطلاق قبل التزوج ولا يقع العتق قبل الملكية. نعم. باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك. الطلاق على قسمين: طلاق صريح، ألفاظ صريحة مثل أنت طالق، أنت خلية، أنت برية، فهذا صريح، وكناية وهي دون الصريح، كناية معناها معنى الصريح لكن لفظها مخالف. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها شيئا، رواه الجماعة. وفي رواية قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: إن الله عز وجل قال لي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت: فقلت: في هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت، رواه الجماعة إلا أبا داود. قال الله جل وعلا: إن الله، نعم، يا أيها النبي قل يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن، يعني أطلقكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكلهن رضي الله عنهن قلنا: نريد الله ورسوله والدار الآخرة ولا نريد الحياة الدنيا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنة الجون امرأة جميلة، امرأة جميلة رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها، فذهبت زوجات الرسول أو إحداهن إليها وقالت: إذا كنت تريدين أن تكوني محبوبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا دخل عليك فقولي: أعوذ بالله منك،
خدعنها في ذلك. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قالت أعوذ بالله منك، قال صلى الله عليه وسلم لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. خدعتها النساء لذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت إني أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري وابن ماجه والنسائي. وقال الكلابية بدل ابنة الجون. نعم. وقد تمسك به. فخدعنها، خدعتها أمهات المؤمنين بهذه الكلمة التي قلنا لها إن هذا يزيدك مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوليها إذا دخل عليك. فقالتها، قال صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك، لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. خدعناها في ذلك. نعم. وقد تمسك به من يرى لفظة الخيار وإلحقي بأهلك واحدة لا ثلاثة، لأن تمسك بها. وقد تمسك به من يرى لفظة الخيار، لفظة الخيار تخيير المرأة بين أن تبقى عند زوجها أو أن تذهب إلى أهلها إذا خيرها زوجها. نعم. وقد تمسك به من يرى لفظة الخيار والحقي بأهلك واحدة لا ثلاثة، لأن قول هذه كناية، لأن الطلاق على قسمين: صريح وهو الطلاق وما تصرف منه، وكناية وهي اللفظ الذي معناه معنى الطلاق ولفظه ليس لفظ الطلاق، هذا كناية. فالكناية يقع بها ما نواه، وأما الطلاق فهو صريح يقع به الطلاق. نعم. لفظة الخيار والحقي بأهلك واحدة لا ثلاثا، لأن جمع الثلاث يكره، فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لا يفعله. نعم، جمع الثلاث بلفظ واحد هذا مكروه، نهى الله عنه، نهى الله عنه ورسوله. فلا يقول أنت طالق بالثلاث، لا يجوز هذا، يكون يقول أنت طالق تقع بها طلقة، وإن شاء راجعها في العدة، وإن شاء تركها حتى تنتهي عدتها فتبين منه. نعم. وقد تمسك به من يرى لفظة الخيار والحقي بأهلك واحدة لا ثلاثا، لأن جمع الثلاث يكره، فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لا يفعله. نعم. وفي حديث تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه قال وفي حديث تخلف كعب بن مالك، الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، خلفوا عن غزوة تبوك ولم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا يعتذرون إليه بعدما رجع، فقال لهم اذهبوا حتى يقضي الله فيكم ما شاء، فذهبوا فأنزل الله عفوه عنهم بقوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. نعم، إن الله هو التواب الرحيم. نعم. وفي حديث تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه قال لما مضت 40 من 50 واستلبت الوحي
وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها ولا تقربنها. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك. متفق عليه. نعم، الرسول هجرهم يعني نظير تخلفهم من غير عذر، هجرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبل عذرهم حتى أنزل الله فيهم عفوه عنهم وأمر الناس، الرسول أمر الناس ألا يكلموهم، هجرهم وأمر الناس ألا يكلموهم، ثم أمرهم أن يعتزلوا زوجاتهم، اشتد بهم الكرب حتى أنزل الله توبتهم. نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها ولا تقربنها. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك. متفق عليه. ولم يكن هذا طلاقا لأنه كناية. نعم. ويذكر في من قال لزوجته أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، ثم قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29. متفق عليه. دل على اعتبار الإشارة في الطلاق، إذا قال أنت طالق وأشار بأصبعي فهي واحدة، إذا قال إذا رفع أصبعيه فهي اثنتان، إذا رفع الثلاثة فهي ثلاث تطليقات. نعم. ويذكر في مسألة من قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق أو طالق ثم طالق ما روى حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أحمد وأبو داود والابن ماجه معناه. فالعطف بالواو يقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، مثل لو تقول جاء عمرو وزيد فهذا يدل على أنهما جاء جميعا، أما إذا قلت جاء عمرو ثم زيد فهذا ترتيب، يعني جاء زيد متأخرا عن مجيء عمرو. نعم. وعن قتيلة بنت صيفي قالت أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والأحبار هم علماء اليهود. نعم. فقال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال سبحان الله وما ذاك؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت. ما شاء الله وشئت، يعني جمع بالواو، يعني جمع بين الله والمخلوق بالواو، فجمع بينهما في المشيئة، وهذا لا يجوز، لا بد أن يأتي بثم، ما شاء الله ثم شئت، لتكون مشيئة المخلوق متأخرة عن مشيئة الخالق. ولهذا لما جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنكم تشركون، يقوله للرسول صلى الله عليه وسلم، قال وماذا؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء محمد. فاليهودي اعتبر هذا شركا،
وهو شرك، ولكن يقول العلماء هذا فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى. اليهودي له هوى في المسلمين ففهم هذه المسألة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وما ذاك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشئت. قال: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال: إنه قد قال: فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت. رواه أحمد. نعم، لأن ثم تقتضي التراخي، تكون مشيئة العبد بعد مشيئة الله، هذا صحيح، تعبير صحيح. أما لو قال ما شاء الله وشئت هذا لا يجوز، لأن الواو تقتضي الجمع، جمع بين الله والرسول في المشيئة. نعم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. رواه أحمد ومسلم والنسائي. لأنه قال: ومن يعصهما، فجمع بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. هذا هو التعبير الصحيح، ولا تقل ومن يعصهما. نعم. ويذكر في من طلق بقلبه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. متفق عليه. الطلاق لا يقع بالنية دون التلفظ، لو نوى بقلبه تطليق زوجته لم يقع، لا بد أن يتلفظ بالطلاق، ولا يؤاخذ الله على ما في القلوب دون التلفظ. وهذا من رحمته سبحانه بعباده حيث لم يضيق عليهم. نعم. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. ما حدثت به أنفسها، وفي لو قال ما حدثت به أنفسها لصح هذا. المهم أن حديث النفس دون كلام لا يعتبر، ما دار في الخاطر دون أن يتكلم به الشخص من طلاق أو غيره أو عتاق أو وقف أو غير ذلك فإنه لا يقع ما دام لم يتلفظ به. نعم. كتاب الخلع. نعم. كتاب الخلع. كتاب الخلع وهو فسخ، الخلع هو الفسخ، أن يخلع زوجته يعني يفسخها، وهذا كناية عن الطلاق. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. نعم. ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا جاءت الوفود يأتي بثابت بن قيس بن شماس يخطب، ويأتي أيضا بابن عباس فيتكلم عندهم، فأعجبهم الخطيب، خطيب الرسول، وأعجبهم حديث ابن عباس، فقالوا: إن هذا الرجل، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا الرجل لمؤتى، خطيبه أحسن من خطيبنا،
نعم. جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت بن قيس بن شماس مشهود له بالجنة، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو دميم الخلقة رضي الله عنه، دميم الخلقة رضي الله عنه، لذلك امرأته تكرهه لدمامة خلقته، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. فقالت يا رسول الله إني ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. تكره صورته لأنه دميم الخلق رضي الله عنه. نعم. ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. لأنه قد أمهرها حديقة، حينما تزوجها جعل مهرها حديقة يعني بستان. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. قال لثابت رضي الله عنه اقبل الحديقة هذه فدية، وطلقها تطليقة يعني واحدة. نعم. وطلقها تطليقة. رواه البخاري والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه جميلة وسلم. هذه المرأة جميلة بنت عبد الله ابن أبي بن سلول. نعم. رأس المنافقين. نعم. أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا. نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. رواه ابن ماجه. ولا يزداد على الحديقة شيئا. نعم. وعن الربيع بنت معوذ أن ثابت ابن قيس ابن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله ابن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخوها من الصالحين، أخوها رجل صادق في الإيمان، عبد الله بن عبد الله بن أبي. نعم. فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. قال نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. رواه النسائي. نعم. هذا الخلع، هذا يسمى الخلع المخالعة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب. والغريب ما تفرد بروايته واحد. نعم. وعن الربيع بنت معوذ أنها اختلعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد أو أمرت أن تعتد بحيضة. يعني وليست مثل المطلقة تعتد بثلاث حيض، بل يكفي أن تعتد بحيضة واحدة، لأنها إذا حاضت دل على أنه ليس في رحمها حمل. نعم. رواه الترمذي وقال حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. وعن أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكان أصدقها حديقة،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم. فأخذها له وخلى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الدارقطني بإسناد صحيح، وقال: سمعه أبو الزبير من غير واحد. نعم. كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول. الرجعة، رجعة المطلقة، يعني إذا طلقها دون الثلاث ثم راجعها له ذلك ما دامت في العدة، ما دامت في العدة والطلاق دون الثلاث له أن يراجعها، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض، وعند المالكية ثلاثة أطهار، ثلاثة أطهار، وهذا أطول عليها، فالجمهور على أنها ثلاث حيض. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك الطلاق مرتان الآية. رواه أبو داود والنسائي. الطلاق مرتان يعني طلقة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأة يطلقون بلا عدد، يقول بألف طلقة، مئة طلقة في الجاهلية. نعم. يطلق وعن كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مئة مرة أو أكثر. هذا في الجاهلية. نعم. حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا. قال حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا، يعني لا مطلقة ولا مضمومة، خلاها يعني بينهما. نعم. حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فسكتت عائشة رضي الله عنها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يكن طلق. رواه الترمذي، ورواه أيضا عن عروة مرسلا، وذكر أنه أصح. نعم. وعن عمران ابن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، قال: طلقت لغير سنة وراجعت من لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. رواه أبو داود وابن ماجه، ولم يقل ولا تعد. نعم. الإشهاد سنة، الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة سنة، وهو أضبط وأحسن. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. هدبة، مثل هدبة الثوب. تريد أنه ذكره، أن ذكره لا يصل إليها. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. رواه الجماعة، لكن لأبي داود معناه من غير تسمية للزوجين. نعم. فإن طلق فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ما هو بالمراد بالنكاح العقد، لا بد مع العقد أن يحصل منه وطئ. تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني بالجماع. أما مجرد أنه عقد عليها ثم طلقها هذا لا يعتبر المقصود. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العسيلة هي الجماع. رواه نعم. أحمد والنسائي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر. يتزوجها آخر ليحللها للأول، ما له فيها رغبة، لكن لأجل أن يحللها للآخر من غير أن يجامعها. وهذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، ولعن صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. نعم. قال: سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق العسيلة. رواه أحمد والنسائي. وقال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر. نعم. كتاب الإيلاء. يكفي، نقف عندها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة ثم لم يراجعها حتى انتهت العدة، هل له أن يتزوجها مرة أخرى بمهر وعقد جديدين؟ نعم، ما دام لم يطلقها ثلاثا، ما تكاملت الثلاث، فله أن يتزوجها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الكناية بالطلاق لا يقع بها طلاق إلا مع النية، أما الصريح، أما اللفظ الصريح فيقع الطلاق ولو بلا نية؟ أي نعم، الصريح يقع به الطلاق، إذا تلفظ به فإنه يقع ولو قال أنا ما نويت. وأما الكناية فلا بد من النية، لا بد من نية الزوج مش يريد بها، لأن الكناية محتملة، أما الصريح فلا يحتمل غير الطلاق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألفاظ الكناية في الطلاق هل هي ألفاظ معينة معلومة شرعا محددة، أم كل لفظ محتمل؟ كل لفظ محتمل، ولكن جاء: أنت خلية، أنت برية، الحقي بأهلك، ونحو ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث الثلاثة الذين خلفوا، هل يؤخذ منه جواز هجر الشيخ أو العالم لبعض طلابه إلى أجل غير معلوم بسبب مخالفاته الشرعية؟ نعم، اللي عنده مخالفات شرعية يهجر لأجل أن يتوب من مخالفاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قول الله سبحانه: فتعالينا
أسرحكن وأمتعكن، ما معنى وأمتعكن؟ المتعة يعطيه شيء من المال، أمتعوهن شيء من المال، يعطي مطلقته شيئا من المال جبرا لخاطرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل قال لزوجته: لو ذهبت إلى بيت أهلك سوف تسمعين كلمتك، ثم ذهبت إلى بيت أهلها، فهل يعد هذا من الكناية؟ لا، هذا ما يقول سوف تسمعين، ما حصل منه شيء. نعم، ذهابها مجرد الذهاب، ما حصل له شيء حتى يتكلم هو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل طلق زوجته طلقة واحدة وذهبت عند أهلها 5 سنوات، بعد هذه 5 هل يجوز له أن يراجعها مرة أخرى ولو مع مرور هذه المدة الطويلة؟ هذه عند القاضي، لازم يراجع القاضي يشوف الطلاق ونوعيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما أفضل كتاب تنصحون به لتعليم الأطفال التوحيد؟ نعم، ما أفضل كتاب تنصحون به لتعليم الأطفال التوحيد؟ 3 أصول، 3 أصول للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بعض، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بعض البلدان توجد أضرحة كثيرة في المقابر، هل يجوز أن ندفن المسلمين الموحدين في هذه المقابر؟ شبول يقول حفظك الله: في بعض البلدان توجد أضرحة كثيرة في المقابر، فهل يجوز لنا أن ندفن المسلمين الموحدين في هذه المقابر؟ لا، تدفنونهم مع في مقابر ليس فيها أضرحة، ولو أن تنقلوها من بلد إلى بلد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من ظل يسأل الله عز وجل ويدعوه في مسألة معينة ليل نهار ولم تتحقق له هذه المسألة، فبماذا تنصحونه؟ هل يستمر في الإلحاح أم يترك هذا الأمر؟ مخير بين أن يستمر أو لا يستمر. نعم. ولا ييأس من، ولا يقنط من رحمة الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في الحديث استجابوا لأحدكم ما لم يعجل، قال: وكيف يعجل؟ قال: يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، أو فلم أره يستجب لي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إمام قرأ آية فيها سجدة لكنه لم يسجد، فهل للمأموم أن يسجد؟ لا، يتبع إمامه ولا يخالف إمامه. نعم. فضيلة الشيخ، والسجود ليس سجود التلاوة ليس بواجب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج من مال زوجها صدقة دون علمه؟ ما جرت به العادة. إيه نعم، تعطي السائل عند الباب، تعطي المحتاج، لكن ما تجحف بمال زوجها، تعطيه الشيء اليسير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: امرأة خطبها رجل ثم ظهر أن هذا الرجل ليس بكفء لها، فهل لي أن أتقدم لها؟ اصبر لما تشوفه يعطى أو يرد، فإذا رد اخطبها. نعم.
لا يجوز أن تخطب، لا قال صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبته، خطبة أخيه، اصبر إلى أن ترى هل يرد، فإذا رد اخطب أنت. نعم. فضيلة الشيخ، ولا يخطب على خطبته، على خطبة أخيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: شخص سماه أبوه بعبد النافع، سؤاله هل يلزم أن يغير هذا الاسم؟ اي نعم، عبد النافع ايش النافع، يحتمل. نعم غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: الزوج الذي لا يشهد صلاة الجماعة لكنه يصلي في البيت، هل هذا أمر يتطلب طلب الطلاق؟ إيه نعم، الذي يعتزل المساجد ولا يصلي مع المسلمين يحسن بزوجته أن تطلب منه الطلاق أو ترفع أمره إلى القاضي ينظر في أمره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مسلم تزوج بنصرانية، فهل يجب عليه أن يدعوها إلى الإسلام باستمرار؟ اي نعم، يدعوها إلى الإسلام ويرغبها فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما المراد بالمرأة الناشز التي تسقط نفقتها؟ الناشز التي تعصي زوجها فيما يجب له عليها، في حقه عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل أحدث في التشهد في صلاة الجمعة وانتظر حتى سلم الإمام ثم انصرف وصلىها ظهرا، فهل فعله هذا صحيح؟ نعم، لأنه يستحي أن يقوم والناس ينظرون إليه، فلا معنى، ينتظر حتى يزول يعني الحرج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز شرب الماء في إناء الفضة؟ لا، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: الزوج الذي يقصر في أمور دينه، هل يحق لي أن أمتنع عن دعوته إلى الجماع؟ نعم. تقول: الرجل الذي يقصر في أمور دينه، تسأل هل يحق لها أن تمتنع عند دعوته لها إلى الجماع؟ مش معنى تقصيره في أمور دينه، الواجبات أو المستحبات أو أي، نعم، لكن تنصحه، تبين له لعل الله يهديه، وإلا تقول: أنا سأطلب الفراق منك، تراجع القاضي والقاضي ينظر في أمرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر، يقول: ما ضابط الضرب الذي جاء في الحديث؟ الضرب الذي لا يكسر عظما ولا يشق جلدا، لا يكسر عظما ولا يشق جلدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: زوجي يمنعني من الإنجاب ويقول إننا نؤخر هذا الأمر إلى فترة، فهل يجوز له هذا الأمر؟ نؤخر هذا الأمر؟ سم؟ نؤخر هذا الأمر؟ نعم، يؤخر الإنجاب. أه؟ يؤخر الإنجاب أن تحمل منه،
لا، ما يجوز تأخير الإنجاب إلا برضاهما جميعا، ما يجوز. نعم، لأن الإنجاب حق لهما جميعا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صلاة الفريضة هل يجوز أن تكون داخل الكعبة أو في الحجر؟ لا، ما تصلى الفريضة داخل الكعبة ولا في الحجر، لأن الحجر غالبه من الكعبة، وإنما صلاة النافلة تجوز داخل الكعبة وفي الحجر، أما الفريضة لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صلة الأرحام هل يكتفى في ذلك بإرسال الرسائل النصية في الجوال؟ هل هذا كاف في السلام؟ نعم، مع البعد ومع يعني المشقة هذا أقل شيء، خاطبهم بالجوال، طيب خواطرهم، يسلم عليهم، يسألهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند طلب النظر إلى المخطوبة هل يجوز للخاطب أن يطلب النظر إليها مرة بعد مرة؟ لا، انظر إليها مرة واحدة وتكفي المرة الواحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: امرأة قال الأطباء إن حملها هو بطفل مشوه، هل يجوز لها أن تسقطه؟ لا يجوز لها ذلك إلا بفتوى من اللجنة الدائمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من علم أن بين شخصين خصام، يقول من علم أن بين شخصين خصام ويشهد بذلك، هل يجب عليه أن يؤدي هذه الشهادة عند الدعوة؟ إيش؟ من علم أن بين شخصين خصام، خصام؟ نعم. إيه؟ وشهد بذلك، هل يجب عليه أن يؤدي؟ شهد بذلك عند من؟ شهد تحملا. إيه؟ فهل يجب عليه أن يؤدي هذه الشهادة عند الدعوة؟ إذا طلب إليها نعم، يجب عليه أداء الشهادة، إذا طلب منه القاضي الشهادة وجب عليه أن يؤديها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا أعمل في مجال طلاء الجدران دهان، وتتساقط على أطراف جسدي قطرات من مواد الطلاء والبوية، هل يجب علي أن أغسلها عند الوضوء؟ إذا كانت في أعضاء الوضوء وتمنع وصول الماء إلى الجلد فإنك يجب عليك إزالتها في أعضاء الوضوء خاصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ما يسمى بالصداق المؤخر؟ لا بأس، يكون الصداق مقدما أو مؤخرا لا بأس بذلك. نعم. وهو صداق يجب على الزوج أداؤه. نعم، المقدم والمؤخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم طلب الزوج من زوجته أن تصور له نفسها عبر الجوال لأنه مغترب؟ يقول لأنه مغترب مسافر. لا يجوز التصوير، تصوير لا يجوز، تصوير ذوات الأرواح ما يجوز هذا إلا لضرورة، وهذه ما هي ضرورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مر معنا في درس سابق أن الأب إذا أمر ابنه أن يطلق زوجته فإن للأب ذلك، لكن الأم هل لها أن تأمر بذلك؟ وهل لا يجب؟ لا لا، هذا خاص بالأب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الخلع هل يكون بلفظ الطلاق وهل يحسب؟ لا، ما يكون بلفظ الطلاق. إذا كان بلفظ الطلاق صار طلاقا وليس خلعا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لمن تزوج حديثا أن يتخلف عن صلاة الجماعة إلى لمدة أسبوع إلى حضور الجمعة؟ يصلي مع الجماعة ولا يترك الجماعة، وإنما يترك، يعني يبقى مع زوجته في غير أوقات صلاة الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إن أباها كبير سن وهو عندها ومريض، سؤالها: هل يجوز لها أن تأتي بعامل لخدمة أبيها لأنه لا يستطيع أن ينظف نفسه بسبب مرضه؟ إيه نعم، يجوز لها، بل يجب عليها إذا كانت تقدر أن تأتي بعامل يقوم بحاجة أبيها، حاجة أبيها في أمور الوضوء وأمور النظافة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: زواج المحلل هل هو زواج صحيح؟ لا، هذا التيس المستعار لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا بد أن يتزوجها زوج زواج رغبة لا زواج تحليل. نعم. ولا تحل به لزوجها المطلق ثلاثا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إن زوجها قد سافر لأجل العمل وقد جاوز، تقول، السنتين، فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق لأجل هذا الأمر؟ تذهب إلى القاضي والقاضي يرى لها الرأي السداد إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يمتنع من مجالسة أقاربه بسبب قيامهم بالغيبة والسخرية في المجالس؟ إيه نعم، لا يجلس معهم في مجالس فيها غيبة، فيها أمر محرم، انصحهم أولا، فإن تركوا هذا الشيء وإلا فلا يجالسهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: شخص نذر أن يصوم 3 أيام من كل شهر ثم عجز عن الصيام، فما الواجب عليه؟ كفر كفارة يمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يجلس بعد صلاة المغرب ولا يصلي راتبة المغرب، يقول: ما النصيحة في ذلك؟ وهل له أن يصليها قبيل العشاء؟ صليها عقب الفريضة ويجلس، صليها عقب الفريضة ويجلس ما شاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الزواج بالكتابية التي في عصرنا هذا؟ الحكم مطلق إلى أن تقوم الساعة، ما يمنعه تأخر الزمان، هذا حكم شرعي في القرآن الكريم. نعم. لكن بشرط أن تكون الكتابية مستقيمة على دينها وأخلاقها منضبطة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل جاء يوم الجمعة والناس يصلون والإمام في التشهد، هل يدرك بذلك صلاة الجمعة؟
لا، صلاة الجمعة ما تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، فإن جاء بعدما رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فإنه يدخل معهم بنية صلاة الظهر، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بصلاة الظهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المؤذن إذا كان على جنابة فهل يجوز له أن يدخل المسجد لأجل الأذان ثم يرجع؟ عابر سبيل، الله جل وعلا رخص لمن عليه الحائض ولمن عليه حدث أكبر أن يعبر مع المسجد، يدخل مع المسجد في طريق يخرج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المطلقة طلاقا رجعيا هل تعد في حكم الزوجة إذا مات مطلقها ترث منه؟ هذا يراجع فيها القاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن نحلق بالموسى حاجب الصبي والصبية كي ينبت كثيفا؟ لا، لا يجوز لكم ذلك، هذا حرام، الحاجب لا يحلق ولا يقص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هذا هو النمس، لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامسة والمتنمصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول المقابر بالنعال، وأنه ينبغي ألا يمشى بين القبور بالنعال؟ يمشى بينها، لكن بشرط أن لا يطأ على القبور، وإنما يمشي بينها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز استعمال الصور المجسمة في تعليم الأطفال أو في ألعابهم؟ لا يجوز هذا، لأن هذا تربية على الصور، تربية للأطفال على الصور وينشأون عليها، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بعض المقابر يوجد زروع كثيرة وحشائش، هل يجوز للشخص أن يقوم بحش هذه الأمور لأجل بهائمه؟ لا، هذه البلدية هي اللي تقوم بهذا، بلدية هي المسؤولة عن هذا، هي اللي تقوم بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يجوز كتابة اسم الشخص الذي توفاه الله، هل يجوز كتابة اسمه على قبره؟ لا، ما يجوز الكتابة على القبور ولا تجصيصها، لا يجوز هذا، لكن يضع عليه علامة لا يعرفها إلا هو، لا بأس بذلك، علامة، خط، يحط عصا يركزه ويحط، ولا يعرف هذا إلا هو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: شاب فقير لديه مشاكل مالية ولم يجد عملا سوى العمل كحارس لبعض الشركات التي تمارس بعض المعاصي كالرقص والغناء، السؤال: هل يستمر في هذا العمل ويتقاضى راتبا عليه لحاجته؟ لا، يجد شركات نزيهة يشتغل عندها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا أقوم ببيع السيارات، فيأتيني الزبون أحيانا ويطلب مني أن أشتري له نوعا معينا من السيارات ليس عندي، فأذهب وأشتري له هذه السيارة التي طلبها ثم يدفع لي الثمن، فهل هذا الفعل جائز؟ اشتريها ثم يبيعها عليه، لا بأس، إذا اشتراها وملكها ثم باعها على الزبون أبي بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول:
هل صحيح أن هذه النعم والتيسير في الأمور الذي يحصل للكفار أو الفساق هو استدراج من الله تعالى له؟ نعم، ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف أستطيع التفريق بين ما يسمى بالكرامة وبين الخوارق التي يفعلها بعض السحرة؟ الخوارق إذا جرت على يد رجل صالح فهي كرامة، وإن جرت على يد إنسان فاسد فهي ليست كرامة، وإنما هي استدراج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: استحباب السواك عند الصلاة هل هو خاص بالفرائض أم يشمل الفرائض والنوافل؟ يشمل الفرائض والنوافل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه لا يجوز الشرب من إناء الفضة، فهل يجوز الشرب من الإناء الغالي كالألماس وغير ذلك؟ إنما جاء النهي عن آنية الذهب والفضة، وأما الأواني الثمينة وهي ليست من الذهب والفضة فلا بأس بذلك، الأصل الإباحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وقعت نجاسة على الثوب ولا أعلم مكانها بالضبط، فكيف أطهر هذه النجاسة التي خفي موضعها؟ اغسل الثوب كله لأجل تتيقن أنها زالت النجاسة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: شخص تفوته صلوات الفريضة باستمرار لأجل الوسواس وبقائه بالحمام، هل يأثم بهذا الأمر؟ لا يأثم بهذا الأمر لأنه لم يتعمده، ولكن عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الوسواس الخناس، يستعيذ بالله ويذهب عنه بإذن الله هذا الوسواس شيئا فشيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة سواء كان في الصلاة السرية أو الجهرية؟ نعم، يقرأها بعد الإمام، لا يقرأ والإمام يقرأ، وإنما يقرأها بعد الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك بعض المصاحف تكون مجزأة، كل جزء مطبوع لوحده، فما حكم مسه بدون وضوء؟ لا يجوز، لأنه مصحف، الجزء من المصحف مصحف، له حكم المصحف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم المسح على الشراب المخرق والشراب الخفيف؟ الذي يرى الجلد من ورائه لا يمسح عليه، إنما يمسح على الشراب الساتر الذي لا يرى الجلد من ورائه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: سمعت من يقول بأن من الأدلة على جواز القسم بصفات الله قول إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فهل استدلاله هذا صحيح؟ يقتدي بإبليس، شل كلامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المرأة إذا تابت من الفاحشة فهل يجب عليها أن تخبر القاضي بذلك كي يطهرها؟ تستر نفسها، ما دام ستر الله عليها تتوب تستر نفسها، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للشخص أن يعتاد على قراءة سورة العصر عند افتراقه عن زميله؟